اهلا يا دكتور، الو، صباح الفل. السلام عليكم. صباح الفل وصباح النصر وصباح النور الفخر. والهنا والميداليات والإنجازات. والله والله انتم مشرفينا واحنا سعداء بيكم بجد كلنا، وربنا معاكم. وبجد مشوار يعني صعب، في تحديات كبيره جدا كمان علشان نقدر الحمد نوصل لله. للميداليات. خلينا نعرف منك دكتور حياه برضو، اتفضلي. لا الحمد لله، يعني الميداليات اللي خدناها الحمد لله. وعايز اقول لك على حاجه، مش بس اللي خدوا الميداليات، لا ده اللي عملوا مراكز عملوا انجاز. انا يعني احنا جبنا الرابع وجبنا السادس، ده يعتبر انجاز بالنسبه للبطوله النهارده. وعندنا بنوته زي القمر ملك بتلعب دلوقتي سباحه، ودي ناشئه وان شاء الله ربنا يقف معاها. وعندنا دلوقتي الكره الطايره جلوس برضه هيلعبوا اليابان. يعني الحمد لله احنا متفائلين، المعنويه مرتفعه، وربنا يقف معانا ونيجي على خير ان شاء الله. طيب دكتور حياه، يعني خليني اعرف من حضرتك، في اي مشاكل حاصله، اي حاجه محتاجينها ابطالنا هناك؟ خلينا ننقل الصوره حيه للمشاهد برضو اللي بيتابع حضرتك عشان الناس تطمن. بصي احنا الحمد لله، يعني اولا المعنويه مرتفعه، كل شيء متسهل لهم. معالي الوزير بيكلمنا كل يوم، اهو انت بتكلميني وهو الوزير معايا على الخط بيكلم اللعيبه اللي جابوا ميداليات بيبارك لهم اهو دلوقتي. عظيم، بوشنا حلو يعني. الحمد لله. واحنا الحقيقه لا يعني كله متسهل لهم، والحمد لله. انت شفتي طابور العرض كانت حاجه مشرفه جدا 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 يا دكتور، بصراحه فعلا. الحمد لله، وان شاء الله كده نرجع ويكون استقبال رائع هيعملوا اللجنه البارالمبيه لابطالها ان شاء الله.